تعريف كلمة نحو في اللغة الاتجاه، سرت نحو فلان. وفي اصطلاح العلماء العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات في حال التركيب، لأن الكلمة إذا لم تكن مركبة مبتدأ وخبر لا يكون لها إعراب. لو قال إنسان أعرب كلمة السماء، أعرب كلمة الأرض، كيف سأعربها؟ أحتاج إلى مثلا أن تكون السماء مبتدأ، أن يكون لها خبر. السماء صافية، فأعرب سماء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، صافية خبر مرفوع علامة رفعه الضمة في حال التركيب. لكن لو كلمة سماء لوحدها وكلمة صافية لوحدها لا يكون هناك إعراب. في حال تركيبها من الإعراب والبناء، لأن الأسماء إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، الأفعال إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، الحروف كلها مبنية ولا إعراب لها.